السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلمكم في موضوع الفعالية ببساطة جدا، ويعني عشان نفهم موضوع الفعالية عشان تكون فعال مؤثر والفعالية معاك في استمرارية وفي زيادة وفي ارتفاع وفي نمو وفي تطور، هما حاجتين اتنين بس. بص على الحاجة اللي انت بتعملها وتبص على نفسك. صعبة؟ بص على الحاجة اللي انت بتعملها وتبص على نفسك. الحاجة اللي انت بتعملها مستواها ايه؟ طيب محتاجة انها تتطور تزيد. طيب اكتب، ابص على نفسي دايما، انا محتاج دايما تعلم نمو، محتاج تطور، ايه نقاط الضعف اللي عندي؟ بكتبها وبسجلها ودايما بشتغل عليها. دايما الإنسان الناجح بيكتب بيكتب بيكتب، بأكد عليها مليون مرة. الإنسان الناجح دايما بيكتب بيكتب عشان أولا ما ينساش، تاني حاجة إن الذاكرة عنده تكون ذاكرة حديدية، لازم يكتب ويسجل كل حاجة. يبقى أنا ببص على الحاجة اللي أنا بعملها، ما استعجلش عليها، مش عشان أنتجت إنتاج منخفض شوية ازعل واتعب واحبط وافقد الثقه في نفسي، لا ده انا بالعكس، ده اديني دافع ان انا اقوم وانجح واعمل واكمل واكبر واطور. يبقى انا اشتغل على نفسي واشتغل على الحاجه اللي انا بنتجها او بكتبها او بعملها، وبكل ثقه في الله سبحانه وتعالى تبدا تستثمر في نفسك، تشتغل على نفسك وما تستعجلش على الإنتاج وعلى الوصول لهدفك اللي هتوصله إن شاء الله بإذن الله. بس ركز، ما تركزش بس في إنتاجك ودايما تقول الحاجة اللي أنا بنتجها دي قليلة. غير أساليبك، طور أساليبك القديمة، غيرها، نوعها، ابحث واسأل واقرأ وطور واسمع فيديوهات وتابع. لازم تكون إنسان منتج ونافع، والإنتاج اللي انت هتطلعه إن شاء الله هيكون إنتاج مؤثر فيك وفي اللي حواليك وفي الجميع وفي المجتمع وفي الأمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.